ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه زي الفل وعالي العال. الممثل اللي بجد هو اللي يقدر يخرج بره الاداء المالوف للشخصيات المتعارف عليها، يعني على سبيل المثال لما نيجي مثلا نقدم شخصيه قاتل مأجور لا يعرف الرحمه، عاده كده بيبقى في كليشيه انه لازم يبقى واخد لطشة سكينة في وشه وعنده عين وعين لا مبرق على طول بتاع. لما تشوف علي الشريف لما قدم الشخصية بتاعت القاتل المأجور قدم شخصية تانية خالص، الله يرحمه يا رب. عشان كده علي الشريف ده واحد من اهم واعظم مبدعين السينما المصرية والعربية بشكل عام، لانه ما قدمش الشخصية بالطريقة المعتادة بتاعتها الكليشيه الى اخره. ده كان راجل طيب وطالع حبوب ودمه خفيف، واصل واحدة مرة ست قصدتني اقتل لها مش عارف راجل فقتلته، كانش معاها فلوس فسامحتها فيهم، هنعمل ايه غلبانة؟ فيرد علي عادل امام يقول لها بصراحة يعني كلك ما شهامة ومفهومة وجدعانة وبتاع. تعالى أخدك على سره الباتع. في سره الباتع عندنا دور الدرويش عبد الله، وهنا خروج عن المألوف، خلت سرحان الحقيقة لا يكف أبدا عن إبهاري. والله العظيم أنا بتكلم بجد، يعني خالد صاحبي وعشرة عمر من وإحنا عيال صغيرين جدا، لكن ده ملوش علاقة بشهادتي بالحق كمشاهد. خالد خرج بره المألوف، قدم الدرويش بزاوية تانية خالص تكاد تكون غير مطروقة. ازيك يا خالد؟ كل سنة وانت طيب ورمضان كريم يا أخي. صديقي وزميل العمر وحبيبي، ازيك يا جو؟ عامل ايه يا خلود؟ أخبارك ايه؟ أخبارك أنت إيه يا حبيبي؟ الحمد لله والشكر لله. والله العظيم يا خالد وأنت طيب، أنا بتكلم بأمانة ومن قلبي، كل مرة لا تكف عن إبهارنا جميعا بأنك تقدم الشيء بزاوية مختلفة أيا كان الدور إيه. حبيبي والله يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، بتسعدني كل سنة، حتى السنة اللي فاتت أسعدتني بمكالمة تقريبا في نفس الوقت بقيت أتفائل بمكالمتي معاك في رمضان. ومش عارف أشوفك من السنة اللي فاتت برضو. ولا والله لسه اشوفك جدا لازم جدا. لازم والله يا ربنا يخليك. خالد قول لي انت خدت الزاويه دي والاتجاه ده في تجسيد شخصيه الدرويش ازاي؟ وبعدت خالص عن الحاله اللي بيبقى متعارف عليها كده حتى في كلامنا الدارج الدروشه. بص يعني انا هفاجئك في بعض الاجابات في الحلقه بتاعتك النهارده لاول مره بقولها تقريبا، يعني ما لا هي الاول مره فعلا بقولها. ان انا اللي اخترت الدور ده من الاستاذ خالد يوسف، يعني هو كان مديني دور تاني. فانا قلت له استاذ خالد يعني مين هيعمل دور الدرويش؟ قال لي لسه. قلت له طيب انا مش عايز اعمل دور الاخواني. انا عايز اعمل دور الدرويش. قال لي مش عارف، طب هشوف. طيب قلت له والله استاذ خالد يعني اتفضل شوف براحتك، انا يعني عاجبني ده بصراحة وحاسس ان ده اللي هعمله حلو. هايل. ففضل فترة كده يعني ورجع تاني قال لي طالما انت نفسك فيه قوي كده الدور ده يبقى هتعمله كويس. رائع. فقلت له بالظبط كده انت صح. سيبهولي بقى. بس كده. سيبهولي. كان ايه اللي شدك اصلا للدور ده يا خالد؟ ايه اللي خلاك عايز ده بس؟ عايز ده بالذات؟ الشخصية، كلام الشخصية، حوار الشخصية، تاريخ الشخصية. بالزبط. لا دي شخصية ممتعة جدا، تاريخه ان هو انت بتكتشف فجأة انه قاتل مأجور. قاتل وتائب. فيعني شخصية ممتعة تمثيليا جدا. يعني ذاكرتها من اول لبسها، من اول احاسيسها الداخلية، ما اعتمدتش على ان انا اكون التقليدي في ده. صح. الناس بتتعامل في الدراما على ان الدرويش ده بيقول مدد بصوت عالي وبيعمل ما فيش كلام من ده خالص. مفيش كلام من ده خالص. من لحم ودم واحساس، وفي نفس الوقت كمان لازم يبقى في مراعاه تاريخ الشخصيه، ازاي ده كان بيعمل ايه ووصل لايه. يعني كانت الحقيقه دراسه للشخصيه وتحدي مني ان اطلع بره المالوف تماما. يعني الحمد لله رب العالمين، نعمه من عند ربنا طبعا.
ده وبس، وقدرت ان انا اكون معاك على التليفون النهارده ونحتفل بيها. يا بختي يعني يا بختي يا بختي. بص يعني في الحالات اللي زي كده الواحد واحنا صغيرين كنا بنحب نبقى ايه بعيدين عن جلباب الاب دايما، وبعدين لما بنكبر بنكتشف ان احنا جزء لا يتجزأ منه. فاللي انت بتقوله ده هو خالد سمير سرحان بالظبط، الراجل اللي بيقعد يقرا ويسمع ويفهم ويحلل ويرجع بالشخصيه بخلفيتها النفسيه والتاريخيه، ده كده خالد سمير سرحان. والله خالد سرحان وخالد سمير سرحان وخالد اللي بيحب الدراما صح، وخالد اللي بيحب الفن وما بيعرفش يشتغل شغلانه ثانيه، يعني حاجات كتير. يعني هو يعني مش كل الناس يمكن عارفه اظن التركيب، خالد اللي اختار انه يسيب الكلية اللي كان فيها بعد سنتين علشان يروح يدرس بعد تمثيل. سنة واحدة سنة؟ سنة. وتروح تدرس تمثيل عن عمد، أنا عايز أعمل كده. يا عم خالد حرام السنة اللي راحت، لا أنا هكمل حياتي ممثل. بالظبط بالظبط بالظبط، أنت عارف كل حاجة، فاكر كل حاجة. فما يعني ما أقدرش، ده عشرة عمر خالد ومغامرات كتير، كفاية ركوب وراك على الموتوسيكل ده في حد ذاته لا ينسى، لا ينسى. خالد كل التهنئة وكل التحية، ويعني كلمة الله ينور صغيرة على اللي انت قايم بيه في الدور ده بصراحة حقيقي. يعني حبيبي حبيبي والله يا ربنا حبيبي يوفقك، ودي مكالمة أنا سعيد بيها جدا، وربنا ما يطلع علينا عادة كل سنة يا رب في عمل جديد إن شاء الله. يا رب اللهم أمين، وكل التوفيق لك يا خالد، كل الشكر لفناننا ونجمنا الرائع جدا من قلبي يعني خالد سرحان. زي ما بقول لكم قام بدور درويش بعيدا تماما عن ما نطلق عليه الحالة اللي هي المتعرف عليها الدروشة، وحي وماشي وتايه وسرح في الملكوت، تركيبة تانية خالص. هو فعلا زي ما بيقول كده، ده راجل قاتل مأجور ربنا سبحانه وتعالى تابع عليه، فقرر انه يصبح من محبين حامد السلطان حامد، فيبدا ان هو يمشي على خطاه ويتشبه بيه، فلدرجه انه بيقطع صباعه يعني. تابع بس المسلسل كويس، لو فاتتك حلقات ارجع على واتشت هتتفرج بالراحة وهتتبسط.